نخلص يعني الجزء الأكبر يعني إن شاء الله يعني. أو نخلص يعني خالص بإذن الله يعني. يعني هيبقى في بركة إن شاء الله يعني، هيبقى في يعني عدد ساعات كتير. أنت بتتكلم في أسبوعين، لو اتقابل في كل مرة بتتكلم كام؟ بنتقابل 4 مرات كتير، بس ما شاء الله يعني هيبقى هننجز جامد يعني. فاهمني؟ يبقى خلصنا بسرعة يعني، وتبدأ ناخد بقى نشوف هنعمل إيه إن شاء الله، ربنا يوفقك. بس هيبقى استريحنا كتير يعني. فالله المستعان. هنتكلم على حاجة اسمها الطبخ. دكتور تسمح لي أسجل؟ سمحت. سمحت لك من قبل. شكرا. الطبل مفهوم من مفاهيم الكوليكشنز. احنا خلاص اطلقنا كلمة كوليكشنز عشان لو هي كلمة مش عامة مش منتشرة مع الباقي يبقى الناس عارفينها. اطلقنا كلمة كوليكشن على كل المجموعة اللي يبقى فيها أي حاجة فيها مجموعة متسلسلة ايا كان ظروفها او نظامها، فاحنا بنطلق عليها كلمه ايه؟ كوليكشن. احنا هناخد المره دي حاجه اسمها الطبل. اغلب شرحنا في الطبل مش نظري ولا حاجه، بس هو بيزد على فهمك لمين؟ للليست. خلاص يعني مش عايز اعيد واكرر كلام احنا قلناه. يعني مثلا الكوليكشن طبل، البايثون طبل از يوزد تو ستور ا سيكونس اوف اميتابل بايثون اوبجكت. ايه اميتابل؟ احنا الليست بنقول عليها ميتابول، يعني غير موجوده وقابله للتغيير. قابله للايه؟ قابله للتغيير يعني للتشنجنج، يعني الابديت، يعني الابديت البيانات. اميتابول يعني قيم ثابته ما ينفعش يتم تغييرها اثناء عمل البرنامج. ادي اول لحظه، زي بالظبط الفاريبل والكونست. خلاص ثابته، كونست ثابته. التابل سيميلر للليست، يعني شبيه للليست في حاجه، كل حاجه في الفاليوز وفي الايتمز وفي الاندكس وكل حاجه، لكن اهم حاجه ان الليست كان بي ايه؟ كان بي تشينجد، اقدر اغيرها، لكن التابل از اميتابل ما بينفعش احنا نعمل لها، ما بعرفش اغير قيمتها. طيب باختصار عشان اول حاجه نتكلم فيها، امتى بستخدم التابل وامتى بستخدم الليست، عشان نشوف بقى الليست شغاله ازاي، لان الليست يعني شبيهه جدا للتابل يعني. او خلينا ايه، او الطبل شبال الليست وليست شبال الطبل مع اختلافات اساسيه جوهريه، فاحنا بنتكلم على الاختلافات. خلينا طب ابص يعني اعرف لكم طبل كده سريع وشوف شكله. وانا محتاج اتكلم هو احنا امتى بنستخدم دي وامتى بنستخدم دي، وامتى دي افضل وامتى دي مش افضل، وهكذا يعني. ده طبعا بالنسبه لي مش مهم يعني. فانا يعني هروح اقطع على طول. طيب ماشي نعمل ده كده. ناخد منه دكتور بالله لو سمحت، يعني ممكن الاكزامبل هذا كله يا ريت يعني على درايف عشان واحد بيقدر يعني يراجع فينا بسرعه. ما لحقتش والله، بس لان لما رفعت الحاجات دي بتاخد وقت يعني، حتى الرفع مش مشكله اخر الكورس يعني، بس يخلص جمعنا كل اكزامبل زي ما عملت قبل كده. هبعت لكم يعني، هبعت لكم دوري خلاص. اوكي اخر الكورس هيبقى كم كبير وهتلاقيني بقى مكسل، ف يعني اول باول احسن لنا يعني. طيب ماشي يعني ان شاء الله حاجه طيب احسن بكتير باذن الله. طيب بنتكلم زي ما قلنا في حاجه اسمها الايه؟ الدبل. طيب انا ممكن اقول تي 1 دبل يعني 1، هو جاي يعني بيساوي الدبل. بنعرفه كده بأقواس مدورة، بيبقى أقواس اللي هي بتاعتنا اللي هي السكوير براكس اللي هنا هنا راوند براكس عليه. وأقول له مثلا، أقدر أقول له مثلا طاهر، أقدر أقول له مثلا مين كانت أسماءنا إحنا، أقدر أقول له طاهر أول واحد، محمد إبراهيم، نجلة، ماشي محمد، بس خلاص. هي حاجة كده شبيهة لل الليست. اقول برنت واقول له برنت لي تي 1 دي. خلاص لو جيت عملت كنترول اس ودوست في 5، قال لي طاهر محمد نجم. طبعا الاقواس مربعه كانت مسمار مش فارق دي طبعا، انا بس اسمه سنتكس، برمجه اسمه سنتكس. والمبتدئين دايما بيخافوا من السنتكس، والمحترفين دايما اقل حاجه عندهم السنتكس. يعني شكل السيمي مثلا من اهم الحاجات اللي تخض الناس في البايثون، ما فيهاش سيمي كولون يعني لا شيء، دي معلومه ليس لها قيمه يعني اساسا. ده بالعكس ممكن تكون اسهل للناس انها بتحط سيمي كولون.
لكن في سبيس ما فيش سبيس، في قوس مدور قوس مربع، كل الحاجات دي حاجات بالتعود سهله جدا. لكن المهم الفكره، المهم الفكره دي هي تبقى فاهم الفكره يعني. طبعا الفرق اللي انا لو جيت عملت كده وقلت مثلا برنت اللي هي التايم بتاع تي 1 فبيقول لي ده كلاس نوع طبل، تمام زي ما احنا شايفين كده ده مسمى طبل. غير لما اكون عامل كده يعني، يعني لما اكون عامل ليست 1 مثلا عاملها بس كده تمام، لو جيت طبعت ال L1 تمام بدل ال T1 هتلاقي ان هنا طبعه في الاقواس دي، دول طبعه في الاقواس دي تمام. هنا ده كلاس كان نوع طبل، ده كلاس نوع ايه؟ نوع ليست تمام ماشي. طيب عندنا بقى موضوعات كتير هنتكلم عليها مش هقعد اشرحها، لان هي هي بالظبط نفس الفكره بتاعت مين؟ بتاعت ال اسمه ايه؟ نفس فكره الليست، فاحنا بس مجرد نعد عليها مرور الكرام. انا كده عرفت الطبل. الطرق الثانيه بالمره لو احنا عايزين نعرف يعني اكتر من طريقه الطبل ممكن نقول بتساوي، واقدر برضه نفس الفكره بتاعت الليست نقدر احط مثلا ارقام وكده ارقام حروف اسور كل ده ما فيهوش فيه مشكله تمام، وهنبقى نطبعها برضه يعني. يا دكتور برضه ايه الفرق ما بينه وبين الليست؟ ما هنقول بقى، ما هو ده اللي احنا هنقوله، بس انا ايه قلت الاول اوريها لكم وبعد كده اوريكم الفروع. اكلمكم على الفروع على طول. احنا اول حاجه اتكلمنا ايه الفرق؟ ما تغيرش، او اهم فرق معروف ما بين الطبل وما بين الليست لسه ما غيرت الكلمه بتاعتها، لكن الطبل بعد ما غيرنا ما فيش كلام من ده. خلاص هي كلمه ثابته. بس انا هديك لسه تفاصيل وانا وامتى نستعمل امتى نستعملش ايه الفروق الاساسيه والكلام ده كله هنتكلم عليه. بس خليني الاول اديك بس تعريفها بس شكلها عامل ازاي. تمام؟ عشان نعرف احنا بنتكلم عليه. دي تي 1 مثلا برضه نفس الكلام. ممكن نعمل مثلا تي 3 مثلا. ممكن نعملها كده مثلا نقول 50 70 80 90 كده مثلا تمام؟ من غير بقى ولا اقواس ولا اي حاجه يعني. لو جينا جربناها كده خلينا على تي 3 جوزنا جربنا نفس الكلام زي ما احنا شايفين مش اي مشكله يعني. الطابل دي دي طابل ودي طابل ودي طابل كلها انواع طابل كلها بالاشكال بتاعتها المختلفه اللي هي دي الاشكال بتاعتها اللي احنا بنتكلم عليها. بس في بس ملحوظه اخيره يبقى كده اخذنا ازاي يعني ده كله بيتكلم في how to define طبل ماشي. ازاي تعرف طبل؟ ازاي بتعرفه وتطبعه بس؟ في اخير طبل شكل اخير بيبقى شكل غبي شويه بعتبره غبي. لو انت عايز تحط في الطبل قيمه واحده، لو انت عايز تحط في الطبل قيمه واحده يعني مثلا كتبت ايه؟ علي مثلا وقفلت، ده الطبيعي مفروض يعني. بس دي بتطلع دايما عندنا ايرور في يعني لو جينا عملنا كده اربعه خليناه يطبع اربعه وجينا كله كنترول في خمسه اللي حصل؟ هتلاحظ ايه اللي حصل؟ اعتبر القيمه علي دي اعتبرها نص سترينج، ما اعتبرهاش طبل، ما اعتبرهاش ايه؟ طبل، ما شافهاش طبل. عشان يشوفها طبل، عشان يشوفها طبل لازم تعمل كوما بس كده هو فهمها طبل. لو جينا عملنا كنترول اس وقلت خمسه بعد كده بقى فهم ان هي ايه؟ ان هي طبل. تقول لي ايه الخدعه في كده؟ اقول لك مش مهم، بس هم عملوها كده، هم عملوها هي جت معاهم كده مش كاتبين ليه وخلاص يعني. فده ممكن دكتور سترينج بتنحط يعني برضه بين قوسين يعني مش تفرق الاقواس، ما بتفرقش لو زودت اقواس ما وكانش ليها قيمه اساسيه مش تفرق. نعم بس دكتور عفوا، بس الدكتور الدبل يعني هي بتنحط فيها قيمه ثابته مش دايناميك زي الليست يعني؟ لا مش دايناميك زي الليست. هشوف دلوقتي هوريك دلوقتي يعني مثلا اذا حطيت انتجر بظني معتمد انتجر؟ لا انت لو حطيت كلمه 100 ما ينفعش تغير الكلام تاني. بقدرش اغيره زي الليست هي كده حاجات الثابته تمام. بس ممكن هي تاخذ اكثر من داتا تايب ما في مشكله زي الليست.
يعني تعالى يعني افهمها لك. يعني انا رحت كده مثلا، تعالى تخش على طول على المشاكل اللي بيننا وبين بعض 70. خلينا في التابلز اللي قدامنا دي حلوه تمام، يعني ايه حلوه يعني نتست عليهم. يعني انا مش هعمل بقى ديفاين بقى، تعالى اشتغل مع البيانات، يعني اشتغل مع التابلز. لو انا جيت عادي جدا ان انا زي ما كنت بشتغل في الليست اقول برنت تي 1 اوف 0، حد زعلان مني في حاجه؟ عادي المفروض تجيب طاهر ولا ايه؟ هل المنطق ده هو في الطابل؟ المنطق ده هو في الطابل، مش مشكله خالص، هتجيب لي طاهر خلاص. طيب حلو زين. طب لو انا حبيت اطبع اخر واحد بس اشتغلت بقى بالنيجاتيف اندكس، هو 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 هو، انا قلت سالب واحد المفروض تجيب لي نجله. نفس الفكره، مش هقعد بقى اشرح يعني ايه الاندكس ويعني ايه النيجاتيف اندكس، الكلام ده خدناه بالتفصيل واحنا بنتكلم على الايه؟ على صحيح. على الليست. هو هو لما اقول له كده اه، قال لي سايب، قلت له ماشي، قال لي طاهر ونجم عادي جدا. يعني الاندكس هو نفس المفهوم والنيجاتيف اندكس هو نفس الايه؟ نفس المفهوم. طيب بس كده لا، وكمان السلايسنج نفس المفهوم من غير ما اخش في تفاصيلها. السلايسنج اللي هي مثلا لو قلت تي 3 مثلا، السلايسنج لو فاكرها اللي هي بنقطع مثلا، اقول له مثلا قطع لي من اول واحد لغايه اربعه مثلا، فاكرين ده؟ نعم بس لازم تحط مش كومن، مو كولون اه مش كومن، هي كولون زي ما هي تمام. لو جيت عملت اف 5 طبعا على 50 70 80 ليه؟ 50 دي رقم واحد، دي رقم صفر، هو هيبدا من صفر. واحد بدا من واحد خلاص، واثنين ثلاثه اربعه، اربعه هنا اهو، لان هو ما بيجيبش الاربعه، بياخد قبلها نفس الفكر بالملي بتاع الليست عادي جدا. وبرده ممكن اشتغله بالنيجاتيف او بالبوزيتيف اندكس او بالنيجاتيف والبوزيتيف اندكس نفس الكلام. ولو قلت له مثلا من غير كده ما حدد برضه معناها الى النهايه، ولو ما حددتش كده يعني المفهوم بتاع السلايسنج هو هو. فاللي مش عارف ما يقلقش، لو هو هو اللي في الليست يعني اللي انت ممكن تثبت ليه هو هو، يعني مش اي مشكله خالص تمام. هنقول مثلا ايه تي 2 ديت سالب 1 سالب 2 سالب 3، اقول له سالب 2 مثلا. تديله فلوس بري ولا نعم؟ حد بيسأل؟ حلو. يعني السلايسنج والاندكس مفاهيم ثابته مفيش فيها شغل، مفيش فيها اي مشاكل خالص. طيب لو جيت قلت فور هعمل لوب واطبع القيم زي ما كنت بعمل مع مين؟ مع الليست. يعني اقول مثلا فور تي ان تي 3 ماشي، تي ان تي 3 او تي 1، وكل مره هعمل له برنت لمين؟ للتي. هل دي فيها مشكله؟ تمام، هل دي فيها مشكله؟ اعمل رن مفيش مشكله، طبعا لي طاهر محمد نجم عادي جدا ماشي. يا برضو ان انا امر وعدي مفيش اي مشكله خالص من اي نوع. ولو حبيت اعمل لوب بالاندكس برضو مفيش اي مشكله، ان الاندكس هو نفس المفهوم صح ولا ايه؟ طيب ده كده بالنسبه للمعامله مع البيانات النفسيه، ما كانش بقى ان انا اعدل او احذف. تعالى بقى نشوف، يعني ناخد كده او اكمل لكم المفاهيم الاساسيه المتشابهه والغير متشابهه، وبعد كده بقى نشوف الفروق ايه وايه اللي نستخدمه ولا نستخدمه. كان في عندنا ان احنا نشينج الداتا، نديليت الداتا، كان في عندنا بيزك اوبريشنز اللي هي الزائد والضرب والفايند كان ايه تاني؟ واللينس والكلام ده صح؟ نعم. دي الايتريشن، البيزك اوبريشن دي الايتريشن. لو عملنا زائد ينفع؟ لو عملت تي 5 بتساوي تي مثلا 1 زائد تي 2، كنا عملناها قبل كده في الليست، وكان بيحط الليسته دي ورا الليسته دي عادي جدا صح؟ نعم. لو هنا عملت برنت تي 5 هتلاقي نفس الوضعيه بالظبط. كويس، يعني المفاهيم برضه مش بعيده صح ولا ايه؟ طاهر محمد نجلة 100 احمد 15 ونص حلو عادي. يعني عندنا مفهوم تاني اللي هو بتاع الضرب صح؟ دبلر بيدبلر الحاجه. يعني مثلا هنا ايه تي 4 دي فيها عالي، طب لو قلت لهم برنت تي 4 في 3 يبقى هيعمل ايه؟ عالي عالي عالي، هيكررها ثلاث ايه؟ ثلاث مرات زي مفهوم الليست عادي، اف 5 او علي علي علي
مفهوم؟ مش فيها اي ايه؟ مش فيها اي اختلاف. طيب يبقى كده اتكلمنا على ايه؟ على الطباعه زائد الضرب. ايه تاني؟ الفايند. بدور مثلا على شخص جوه الموضوع مثلا، يعني هو مثلا عند رامي، قلت مثلا انا عايز اعمل رامي، فاكرين لما كنا بنعمل فايند رامي ام تي 1 اقول بيرد عليا بترو او ايه او فولس، صح؟ يعني لو عملت برنت رامي في تي 1 فالمفروض طبعا هيرد عليا يقول لي فولس، المفروض يرد عليا يقول لي ايه فولس 5 طلع لي ايه فولس، لان رامي فعلا مش من المجموعه اللي موجوده هنا، صح؟ طيب لو عدت نفس الكلام تاني قلت له دور لي على مثلا على محمد، محمد ان تي 1 المفروض يقول لي ترو لان محمد من ضمن الاعضاء الموجودين ممبر شيب، فقال لي ترو، فبرضه الفايند اللي هي بنسميها احنا ممبر شيب ما فيهاش مشكله. طب اللينث، لو قلت برنت كنا بنعمل في فانكشن اسمها لين، فاكرينها؟ نعم. وندي له الليست نفس الفكره برضه، لو قلت له تي 3 مثلا او تي 2 قلت له اف 5 هيقول لي دول ثلاث عناصر في التي 2، تي 2 اللي هي ال 100 واحمد و15 ونص، وده صح وده صح. كل ده كده بالنسبه لنا ما فيهوش فيه مشكله في الاساسيات دي كلها. تعالى بقى نتكلم في الفروع كده، ده كل ده تشابهات، صح كده؟ ده كل الامثله دي كلها تشابهات عاديه جدا، هي هي نفس الايه؟ يعني تعامل مع طبل از ليست عادي جدا، تعامل مع طبل كليست، كل الحاجات دي. ماشي؟ طيب ايه بقى الاختلافات واحده واحده؟ امتى بنستخدم الطبل؟ امتى بنستخدم الطبل؟ الاول امتى؟ نعم هنا هتكلم على امتى بستخدم الطبل وما بستخدمش الايه؟ ما بستخدمش الليست بدل من الليست. اول حاجه بستخدم الطبل بدل الليست لما الداتا اللي جوه الطبل بتكون كونستنت، يعني انا عارف ان هي ماست نوت بي تشينج، ده رقم واحد، حاطط قيمه انا عارف ان هي مش هتتغير، قيمه مش بتتغير، غير كده لا. دي اول معلومه لازم تكون في بالك دايما، لو انت عايز تحط قيم ثابته مثلا عايز تحط اعمل اسبوع مثلا، حطها طبل مش هتزيد ولا تقل، هي سبع ايام وخلصت، فاهمني؟ حط اسماء الشهور مثلا اشتغل عليها خلاص اعملها طبل ما عنديش مشكله، ليه ثابته وما بتتغيرش؟ فكرتها واضحه، تمام؟ حاجه تاني هناخد ان شاء الله حاجه بعد كده اسمها الديكشنري، الديكشنري نوع برضه من انواع الكوليكشن، تمام؟ او هكذا احنا عملنا لهم كاتيجورايزيشن او تقسيم او تصنيف. الطبل كان بيسيميليت ديكشنري، ممكن اقدر احول او اخلي الطبل كانه ديكشنري بس من غير كي، طبعا انا بس بديك المعلومه دلوقتي لكن انا عارف مش هفهمها 100% غير لما تاخد الديكشنري، صح؟ ما تاخد ديكشنري هتعرف يعني اقدر اعملها كانها ديكشنري بس من غير كي، تمام؟ ازاي؟ ان انا بقول لنا ادي القيمه كوما مجموعه قيم على بعض كوما مجموعه قيم كوما مجموعه قيم كوما بالظبط كده، هي عملت زي ايه؟ زي تيبل يعني، كانها زي تيبل دلوقتي للمعنى البسيط، زي جدول. طبعا ده برضه بنعمله في الليست عادي مش مشكله. خلاصة وتوضيحا الفرق الأساسي ما بين الفروق الواضحة ما بين الليست وما بين الطبل. من الآخر احنا عرفنا المعلومة الأساسية قوي، ما بنستخدمش الطبل غير لما يكون البيانات ثابتة، زي أعمل أسبوع زي الشهور وبشتغل عليها. بعملها طبل، غير كده ما بشتغل ليست. وبصراحه عشان اقول لكم الاخر انا ما بشتغلش طبل، بعملها لكن حتى لو عندي الحاجات ثابته بشتغلها لسه، انا بعمل كده بس كمنطقي انت المفروض تعمل العكس، بس انا بعمل كده هقول لك الاسباب عندي يعني هقول لكم عليها. الليترال سينتاكس اوف ليست الاساسي لما نيجي نشتغل ليست بنعمل الاقواس اللي هي الايه؟ السكوير براكتس. اما بنيجي نعمل طبل خد بالك ان احنا بنعملها بايه؟ ب يعني ايه؟ بريسز او براكتس اللي هي الراوند دي، ليه؟
هي مدوره. المفهوم الثاني الليست از ميتابل، وقلنا الميتابل يعني قيمه ممكن نغيرها عادي. الطبل از ان ميتابل، قيمها ثابته غير متغيره. الليست هذا فاريبل لينس، يعني قيمها ممكن تكون 10 وكمان شويه تبقى 12 وكمان شويه تبقى 5 عادي. طيب الطبل لا، الطبل هاز فيكسد لينس، هم 10 حطيتهم خلاص خد يا الامر، مفيش شغل بعد كده، ما ينفعش. تمام؟ الليست بتبروفايد مور فانكشناليتي زي الطبل، يعني في عندك فانكشنز كتير في الليست. الفانكشن الطبل هتلاقي الفانكشنز اقل، فانكشنز اقل كتير من الطبل من الليست. هو طبعا الطبيعي كانت الناس تبدا تشرح الطبل وبعد كده تشرح الليست على اساس انه يديك المعلومه دي، وبعد كده يبدا يقول لك وصف امكانيات اكتر، بس انا بحب اشرح الليست لان هي دي فعلا الاكثر استخداما، فانا احب ادربك في البدايات على اللي انت فعلا تشتغل بيها. وخد الطبل معلومات ولو حبيت تسلم الصادمه. طيب ليست اما بنكون احنا عايزين نستور كوليكشنز، ما عندناش حاجه قيم ثابته، عايزين القيود تبقى اقل، بنغير البيانات، بيبقى دايما الليست. التابل بنستخدمه امتى؟ دايما بيبقى ريد اونلي كوليكشن، يعني ريد اونلي فاليوز ما بنقدرش نغيرها. تمام؟ بس محتاجين الكي عشان نشتغل عليها. محتاجين كي عشان نشتغل عليها بالكي. فبنروح للطبل. الليست وده بقى السبب اللي يخليني دايما بشتغل ليست. ده السبب الاخير ده رقم 6 ده دايما اللي يخليني انا اشتغل ليست حتى لو قيم ثابته. الليست ليس ميموري افيشنت زي الطبل. وبالعكس. وبالعكس اسف. لما اكون قيم ثابته اشتغل طبل. الليست دايما بتبقى الميموري بتبقى يعني الليست ليس ميموري افيشنت، يعني قيمها في الميموري بتبقى مش قيم كويس، يعني ايه تمام ازاي؟ الطابل بتستغل الميموري بشكل افضل. ليه بتستغل الميموري بشكل افضل؟ مور افيشنت ليه بشكل افضل؟ لانها ثابته معروفه فيكست وفيكسد، يعني حتى مش بتاخد القيمه بقى وتبقى انت متخيل ان ممكن تتسع بعد فتره او ما تتسعش او لا. ما هي ثابته. فالطبل يعتبر غير مفيد نهائيا في الاستخدام الا في حاله واحده، لما يكون عندك حاجه ثابته. يعني مثلا اديك مثال شهير مثلا غير الويكس والمانث. مثال مثلا انا عندي حالات للاوردر. مثلا اوردر فينيش اوردر اوردر مثلا اندر اكزكيوشن تحت التنفيذ اوردر مش عندي شويه تايبس مفيش اي مشكله التايبس دي ثابته فانا ممكن احطها جوه طبل بس الحاجات الثابته تمام دي كانت الفروق ما بين الطبل وبين الليست الفروق العمليه الفروق العمليه ما بين الطبل وبين الليست لو انا جيت خلينا في نفس الطبلز اللي موجوده عندنا اول مشكله هتقابلك أول مشكلة تقابلني إن أنا مثلا أجي أقول تي 1 أوف 0 اللي هي طاهر أخليها مثلا رامي تمام أدوس اف 5 بوم على طول خلاص قال لي تي 1 0 رامي قال لي الطبل أوبجيكت داز نوت سبورت أيتم أساينمنت ما ينفعش طبعا هو بالتالي ولا أبند تلاقي ولا إكستند تلاقي ولا الإيه ولا الكلام ده خالص مفيش صح مفيش ما في ابند اكيد هيابند ايه مفيش ما هو انت هي ثابته خير الثابته صح لما قلت تي 1 دوت تمام عشان اقول ابند مفيش عندي حاجه خالص هم اللي عندي اثنين فانكشن كاونت واندكس خد الله بالسر عليهم ما عنديش حاجه ثانيه عشان عشان الدكتور انت ما بتحب تستخدمها بس لما اكون قيم ثابته بتبقى زي ما قلت مفيده بس في الميموري نعم لكن في الغالب الحاجات الثابته بتبقى قيم قليله يعني ما بتاخدش اصلا ميموري يعني يعني عشان اتكلم في ايام الاسبوع ولا 12 اسم شهر ولا كم كيس للاوردر اصلا حاجه بسيطه اصلا ما بتاثرش فاهمني؟ نعم صحيح الفانكشنز اديكم شايفين الكاونت والاندكس فطبعا دي خدوا بالكم ما بقدرش اعمل تغيير البيانات طيب
وما فيش اوند ولا ابند ولا اكستند ولا فانكشنز من الفانكشنز الكتير اللي كانت موجوده ولا حاجه. طيب ايه تاني؟ مشكله ثانيه ان انا لو جيت قلت فاكرين ديل كان بتعمل ديليت، لو قلت له ديليت خد رقم زيرو بتعمل ران، قال لي برضه التابل داز نوت سبورت ايتم ديليشن، ما ينفعش تحذف، ما ينفعش ايه؟ تحذف. يبقى احنا لا قادرين نحذف ولا قادرين ايه؟ ولا قادرين نضيف. نفس الكلام يعني لو قلت تي 1 دوت ابند تمام اكس بس ديليت هيقول لك برضو التابل هاز نو اتريبيوتس مو ابند، ما عندناش. فانت فعليا العمليات الاساسيه اللي هم اضافه عشان تضيف جديد تمام اللي هي نو بوضوح نو اد الاضافه ما فيش تمام. طيب هنا نو ابديت مفيش تحديث، البيانات ما تتحدثش، وهنا عندنا نو ايه؟ نو ديليت، يعني ما فيش ولا اضافه ولا تعديل ولا حذف، انت جاست بس يا اما بتدور يا اما بتايه؟ يا اما يعني هي القيم ثابته بتشتغل عليها مفيش فيها اي شغل تاني. دي البروبلمز الاساسيه قوي الواضحه اللي بالنسبه لنا بتعمل لنا مشاكل مع الطلبه. هاخد مثال بس اخير اوضح حاجه في التابلز. ممكن التابل ياخد قيم اليوزر عند انشائه، ممكن بس اعمل كونفرتنج التابل. يعني ايه؟ انا اصلا ممكن انشئه بكلمه تابل زي ما كنت بنشئ زمان بكلمه ليست، قلت لكم دي حاجه اسمها الكونستراكت لو فاكرين صح؟ هنا برضو ممكن اقول له انبوت واقول له انتر ستودنت نيمز اخلي اسماء الطلاب تمام؟ وبعد كده اقوم عامل فور stud in students تمام و هبرنت الايه للستودنتس وخلاص. ممكن اعمل برنت number of students اعمل بس ايه لين لمين؟ لين للستودنت. تعال رن انا دخل اسماء، قلت له ماشي انا عندي مثلا رامي محمد نجله مثلا، قلت له رامي نجله بص انتر بدا يتعامل مع النص اللي انا دخلته كله. بص ار حرف حطه فعلا في طبل، بس مش طبل ايه؟ طبل خدت حرف في حرف والمسافه اعتبرنا حرف وحرف 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 وقت لما قال لك في الاخر نمبر اوف ستودنت اللي هي القيمه اللي دخلت كلها هي واحد، وعمل لوب بس كانها سترينج ما قدرش يفهم ليه. لان ليه الحركه دي بتحصل؟ الحركه دي بتحصل لان احنا عارفين ان الطبل لو ما خدش كومه بيفهم ان انا ايه؟ سترينج. فاكرين ولا لا؟ لو اديته كومه هيعمل ايه؟ لو قلت له رامي كده هيعمل ايه؟ خدهم كلهم كواحد، بس الفرق انك لو جيت عملت تيست هتلاقي ده سترينج وده طبل بس مش اكتر. طبعا مش كويس، لكن خد بالك بقى من اللي هيحصل لما انا اعملها كانها ارقام. تعال نقول ان هي ايه؟ ان هي ارقام. لو انا دخلت ارقام على نفس المثال خمسه، دخل 1 2 3 4 5 بس هتلاقيه عمل ايه؟ 1 2 3 4 5 اعتبرهم نص وقطعهم واحده واحده. ايه تمام؟ لكن لو جيت
وقلت له برنت التايب اوف تابل، لا ما اسمهش تابل، ستودنتس ستودنتس. وجينا نبص تعال ندخل اي حاجه، قال لك هو تابل بس مفيش منه استفاده. هو تابل فعلا بس انت ما بتستفدش منه حاجه، بس احنا ممكن نلعب على اساس ان احنا لو في حاجات ثابته ناخدها مره واحده من اليوزر وتبقى ثابته مره واحده في البرنامج. ففي الحاله دي لازم وانا بعرفه كده اهو اقوم قايل تابل واتعامل معاه. اتعامل معاه عادي. فهمتوها؟ يعني بشكل من اشكال التعامل مع التابل. طب دكتور ما بقدر مثلا ادخل من خلال يعني ادخلها ليست بعدين احولها تابل؟ ينفع. يعني لو انا عندي ثلاثة مثلا اعمل لك مثال ثلاثة اعمل كونستراكتور مثلا ليست اعمل كونفرتنج، يعني بعمل عملية اسمها عملية الكونفرتنج. عملية الكونفرتنج احنا بنكونفرت، عرفنا الانت وعرفنا الايه وعرفنا الفلوت صح؟ نعم. لكن في برضه التابل بتحول تابل والليست بتحول ايه؟ بتحول ليست، يعني في ده وفي ده. فهي بتعمل نفس عمليه الكونفرتنج بالظبط، يعني اقدر اكدني بالظبط عملت عمليه ايه؟ عمليه تحويل مباشر بس بكلمه تابل او بكلمه ايه؟ او بكلمه ليست عادي جدا. يعني لو احنا على سبيل المثال تعال نجربها، لو جيت عملت ستود ليست بتساوي انت عامل ليست تحت قوس وقمت مديله للسيرفس، خلينا نقول كده مثلا، يعني قبل مباشره اهي حولتها لستودنت مباشر، بعدين بتعمل برنت ستودنتس برنت ستودنتس بس هحط التايب ونفس الكلام بس هحط الستودنت ايه ليست، اطبعها بقى واشوف كده شكلها هتيجي معايا ولا هدوس في خمسه. فقال لي دي كلاس تابل الأولانية أحمد محمد علي، وهنا اتحولت أهي إلى ليست أحمد محمد علي وبقت إيه الكلاس بتاعها إيه؟ ليست. وقادر بقى إن أنا إيه؟ قادر إن أنا أشتغل معاه. طيب تعالى نعمل حاجة تانية مهمة. وهي أفضل دكتور، مثلا خلي اليوزر مثلا يدخل ليست بعدين تحولها دبل إذا بدأ يعني الواحد محتاج يعني. يعني مش مشكلة يعني. مش قضية كبيرة، أنا عايز أقول مثلا طبل وأقوم جاي قايل له طبل لمين للستود؟ لا للستود ليست. يعني هي كانت ليستة صح؟ نعم. يعني ممكن وهي وليستة هنا كده بنت حلال أقول له ستود ليست عادي بقى، ما ليستة بقى بنت حلال مفيش مشكلة، أقوم زيرو أقول له خليها بتساوي رامد عادي بقى، فهي بقت لستة فبتقدر اغير القيمة فيها، وبعد ما غيرتها قمت مرجعها تاني طبل، بعد ما غيرتها قمت مرجعها تاني ايه؟ رجعتها تاني طبل، وقوم جاي عامل ايه؟ قوم قايل له بقى اطبع لي الستودنت طبل ده واتبع لي التايب بتاعه، دوست اف وبعدين كنت شغلت لقيت عمل لي ايه؟ قال لي احمد وهنا طبعا كانت لستة فغيرت شيلنا احمد وحطينا رامر وبعدين حولناه لطبل. ممكن نعمل ده؟ ممكن نعمل ده بغرض واحد لما يكون البيانات كبيره والميموري مش مقضيه قوي وانا محتاج اغير، فغير وما احولها لطبل عشان اقلل الايه؟ حجم الميموري المستخدمه بس مش اكتر من كده يعني. لان الميموري في الدبل احسن يعني الدبل احسن يعني بس مش للحاجات الصغيره اللي احنا بنتكلم عليها دي. لما يكون عندك حاجه كبيره جدا وعندك مشكله كبيره جدا في البيانات اقول لك ماشي يعني تتبلع ان فعلا تستاهل، لكن ما عندكش مشاكل في كده حرام.
تمام؟ ما تستاهلش يعني زي ما بيقولوا يعني. حاجات ما تستاهل، في حاجات ما تستاهلش انك تتعب عليها او تشتغلها يعني. بس غالبا دكتور بدي اسالك سؤال، يعني هسه مثلا واحد في الشغل بايثون واخذ داتا من داتا بيز وبده يعملها بروسينج مثلا معين، بدخلها في الليستنج افضل وبصير يشتغل عليها صح؟ لو انت عايز تعدل فيها وتحذف وتعمل انت مضطر، ما ينفعكش طب يعني هينفعك ازاي؟ انت اصلا جايب انا قصدي في مثلا سوليوشن ثاني غير الليست مثلا؟ اه لو انت مثلا مجرد السيرش بس، يعني انت جبت بيانات من الداتابيز وعايز تسيرش فقط لا غير، حطها جوه الطب ماشي. بس نعم خلاص؟ طيب ده كده كانت الشغل اللي احنا عايزين نقوله عن الطب. اللي كده كده المحاضره تخلص، هسيب الفيديو بس وارجع لكم تاني ان شاء الله نستكمل مع بعضنا بإذن الله.